بالنسبة لبكرة حرس الحدود المنافس منافس غدا إن شاء الله النهاردة بعد ما استؤنف الدوري بقيادة فنية جديدة طبعا بقيادة كابتن محمد حليم، هل شايف النهاردة أنه هو أصلا هو تقريبا فاز مباراة واحدة اتعادل مع كل المباريات، شايف مستواه إزاي وشايف بكرة إزاي تحت قيادة كابتن حليم؟ شايف ودي حاجة غريبة معظم الفرق الصغيرة هي اللي مستواها اعلى بعد فتره توقف، حاجه غريبه من النجوم جدا. يعني اسوان مثلا عامل طلع مباريات جامده جدا، طلع الجيش الجونه الدجله الجونه حرس الحدود عامل مع حليم مباريات كويسه. انا ما ببصش النتيجه اكتر ما ببص الاداء، لان طالما في اداء كويس النتيجه هتيجي، انما لو في اداء مفكك وفي عدم ترابط في الفرقه يعني استحاله هيجي مكسب، انما لما يكون في اداء كويس وفي قوه في الاداء المكسب بيجي. فحرس الحدود عامل مباريات كويسه خلال الفتره فارق عن كابتن طارق العشري؟ مش عايزين نقول فارق، ساعات الظروف ما بتخدمش مدرب. يعني في مدرب بيبقى ماشي مع فريق معين وبتحصل بعض الضربات للفريق، خلاص لازم يغير، لازم يغير ويبدا حد تاني دم جديد. دايما الدم الجديد او المدرب الجديد، وخصوصا ان حليم ابن الحرس يعني له باع كبير وكان كابتن الفرقه لفترات كبيره جدا، حافظ الفرقه وحافظ مشاكلها، وده كان بيبقى ساعات مهمه، دي مهمه جدا يعني، هو جوه اوضه اللبس بقى هو أصلاً. دي حاجه مهمه جدا، المدرب يبقى ما يكونش بعيد مش قاعد على كرسي المدير الفني. أيوه. لا حليم في وسطهم والسن يعني هو حليم مش كبير يعني مبطل لسه مبطل فقريب من اللعيبه، فاعتقد ان دي فرقه.